جوار والا شاہدم جوار جو ہم اللہ السلام علیکم حجینا شلونك حجي شنو وين اليوم ان شاء الله راشده ان شاء الله لبعض الله اه والله ان شاء الله مين كنا احنا انا وانت ايه لبعض الله ان شاء الله لك حياته اصلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حجي من كربله اهلك وين كربله كربله ما شاء الله كربله بيتكم وين بين الحرمين بين الحرمين لا بطاقه ما شاء الله منين انطلقت منين طلعت؟ من راسي بس قلت وصل هو صلاة راسي ها؟ قال صلوا صلاة الفجر انتم هناك صلاة الفجر انا وياك وين طلعت؟ طلعت قدامه وراس البيشة؟ ايه وراس البيشة طلعوا ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اليوم يبات بالسيمة ان شاء الله وين بيتك ان شاء الله اليوم؟ لا بالسيمة انا بالسيمة يا الله يا الله ايش كم مرة حجيت تطلق منه؟ هاي التاسع مرة تاسع؟ تاسع مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم ما شاء الله تاسع مرة هنيئا لك ليش ما تروح وين نيران توديك تروح المشهد حاضر انا ها رحت المشهد مشي ايه رحت المشهد مشي كم مرة مرتين اه والله نيران انت ويا من انت ابو احمد انا جماعة ويا ابو احمد لا لا ويا واحد ابو احمد هذا بال ابو الوند لا 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 ها ويا ما شاء الله مرتين ايش قال عمرك حجي؟ 110 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم المشايخ كربلائي هذا المشايخ حجي عمره 110 110 110 110 من راس وانطلق من راس البيشة ورايح مرتين للإمام الرضا عليه السلام مرتين للإمام الرضا هنيئا لك إن شاء الله هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك يا الله الاسم بالخير ابو قاسم ابو قاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد.